السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم على حاجة اسمها كيونيب كلاود. كيونيب كلاود يعني ايه؟ دي حاجة صراحة استثمرت فيها واستفدت منها كتير جدا. لو كتبت كده كيونيب، تمام، وخلينا ندخل مثلا على الصور. هو ده عبارة عن هارد او حافظة للهاردات، تمام. ده انا شاري واحد فيه هاردين، تحط فيها هاردين. ميزة الموضوع ده ايه؟ انت ليك اختيارات كتيرة. ممكن تختار ان انت تخزن في الهارد دوت وتخزن في الهارد ده، يعني لو 500 جيجا 500 جيجا يبقى انت معاك 1000 جيجا. انا اخترت اختيار تاني ان يبقى باك اب لبعض، يعني لما بنسخ حاجة هنا بتنسخ هنا. طب لازمة الموضوع ده ايه؟ لازمة الموضوع دوت ان لو قدر الله حصل مشكلة في هارد، ما يبقى عندي هارد تاني احتياطي، اقدر في اي لحظة اخد المعلومات تاني، والهارد دوت ممكن اخده على جنب واجيب هارد جديد، يبقى انا عندي برضو كل المعلومات اللي في الهارد دوت هتنسخ الهارد دوت. دي فكرة الكيو نيب. ميزته ان الجهاز دوت لا بتوصل بيه ماوس ولا كيبورد ولا حاجة خالص، بس بيبقى ليك اسم وباسورد، ففي اي مكان من العالم تقدر تدخل وتاخد الحاجات اللي انت عايزها من الهارد بتاعك. يعني تخيل انت مثلا في الشغل وفي ملف في البيت انت عايزه، او العكس، تقدر الملفات كلها بتبقى حاطه هنا وتدخل تاخد الملفات زي ما انت عايز، وباك اب كويس جدا للجهاز بتاعك وشغال 24 ساعة بدون اي مشاكل خالص. هم عاملين موقع اسمه ماي كيو ناب كلاود، بتدخل في اي لحظه من على اي جهاز، مش لازم تكون على نفس الشبكه، وتقول له مثلا انا عايز اشوف الملفات بتاعتي اهيت تظهر. طيب انا عايز مثلا اشير، خلينا اشير معاكم عمليا الليرن بيم، يعني هيبقى الليرن بيم ده مفتوح للجميع، تقدر تحمل كل الفيديوهات، تمام. دي كل الفيديوهات، فخلينا ندخل هنا على اعلم على الليرن بيم، فيقول لي شيرد او داونلود، اقدر احمل كل الملفات اللي انا عايزها. هقول له شير واخد اللينك دوت تحطه اسفل الفيديو، تقدر تاخده وتحمل اللي انت عايزه. هقول له كوبي، طيب، او ممكن ابعته ايميل لاحد الاصدقاء، تمام. ممكن اعمل باسورد، تمام، يعني عملت باسورد خلي 1 2 3، اديكوا عرفت الباسورد. هقول له افتح لي الملف ده اللي هيظهر معاك اول ما تدوس على اللينك، تقدر تعمل سيلكت او تقدر تقول له اعمل لي داونلود لكل حاجه، او ممكن تدخل هنا وتختار الحاجات اللي انت عايزها وتعمل لها داونلود، تمام. تقدر تحمل الملفات اللي انت عايزها، طبعا دول تقريبا 40 جيجا، فربنا ييسر، يعني ربنا يبارك فيكم ان شاء الله. السلام عليكم.